زلزال جديد يضرب إقليم بلوشستان في باكستان فجر الخميس بقوة 5.9 على مقياس ريختر بحسب المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي الذي حدد مكانه على بعد 100 كيلومتر من عاصمة الإقليم كيوتا. وشعر بالزلزال سكان المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم. ورغم إعلان وزير داخلية الإقليم ضياء الله لانغو عن حصيلة أولية للذين لقوا حتفهم والمصابين، فإن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود عشرات الأشخاص في حالة خطرة. وصلوا بين مئات المصابين إلى مستشفى هارناي العام الذي يعمل في ظروف صعبة بسبب انقطاع التيار الكهربائي جراء حدوث الزلزال، فضلاً عن استمرار عمليات الإنقاذ تحت الأنقاض وصعوبة الوصول إلى مدينة هنار الجبلية، أكثر المناطق التي تضررت بسبب صعوبة وصول فرق الإغاثة إليها لعدم وجود طرق معبدة، فضلاً عن ضعف شبكتي الكهرباء والهاتف فيها. يقولون إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجات، لكنني أقول إنه كان أشد من ذلك. خسر الكثير من البشر أرواحهم ولاحقت أضرار بالممتلكات. ويبدو أن باكستان على موعد مع الزلازل في شهر أكتوبر، إذ شهدت عام 2015 زلزالاً بقوة 7.5 على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 400 على الحدود الباكستانية الأفغانية. كما شهدت زلزالاً مدمراً في 8 أكتوبر عام 2005 بقوة 7.6 على مقياس ريختر، خلف أكثر من 73,000 قتيل وشرد ملايين عدة. كما أن إقليم بلوشستان تعرض لزلزال عام 2015 بقوة 7.7 على مقياس ريختر، أسفر عن مصرع 328 شخصاً. ويرجع سبب تعرض باكستان لزلازل باستمرار لوقوعها فوق مناطق التقاء الصفائح التكتونية الهندية الأوروبية والآسيوية. أميرة دبيشي، تي آر تي عربي.